يجب قضاء دينه. فأول شيء يعمل مع الميت هو قضاء الدين، وقيل إنفاذ الوصية، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، والحنابلة يقدمون الوصية على قضاء الدين، لأن من ضمنها من ضمن الوصية قد يعني الدين يدخل من ضمن الوصية. وقضاء الدين أمر مهم، ولذلك روح الميت معلقة بدينه، كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالميت معلقة روحه ومحبوس أمره على هذا الدين، ولذلك جاء في الحديث أن جنازة قدمت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عليه دين، قالوا نعم دينارين، فقال فقال سلم هل عنده ما يقضي، يعني عنده تركة يقضي، قالوا لا، قال صلوا على صاحبكم، فترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على هذا الميت. فقام رجل يقال له أبو قتادة فقال هما علي يا رسول الله، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انتقل الدين من ذمة الميت إلى ذمة الحي. وهذا يدلنا يا إخواني وأخواتي، يدلنا على خطورة الدين، يتنبه الإنسان من الديون ولا يلجأ إليها إلا في الضرورة، ولذلك الإنسان ما يدري متى يلقى ربه جل وعلا، فلا يحبس روحه ونفسه على هذا الدين وقد لا يكون له قضاء، لأن من الناس وللأسف الشديد عنده إدمان على الدين، إدمان، كلما انتهى من قرض دخل في قرض آخر، كلما انتهى من دين دخل في دين آخر. وجاء في الحديث الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما للشهيد يا رسول الله عند الله، قال يغفر له كل شيء، كل شيء يغفر للشهيد. فلما ولى الرجل ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعال أعد علي، فقال ما للشهيد يا رسول الله عند الله، قال يغفر له كل شيء إلا الدين، فإن جبريل أخبرني به آنفا، إلا الدين لا يغفر حتى للشهيد، لا يغفر له ما دام أن عليه دينا، فمحبوسة روحه وكذا بهذا الدين، بهذا الدين. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على أكثر من جنازة حينما علم بأن عليه دينا وليس لديه ما يقضي، يعني من التركة. فليحذر الإنسان من الديون ويتق الله جل وعلا، ويحرص على أن يكتسب بنفسه وأن يحترف ويمتهن ويكسب المال بعرق جبينه وكد يمينه، وأن يبتعد عن هذه القروض وعن هذه الديون، فإنها في واقع الأمر عواقبها وخيمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ولذلك قبل أن يدفن الميت، قبل أن توزع التركة، لا بد من إنفاذ وصيته، ولا بد من قضاء دينه، لأن هذه حقوق للآخرين وذمته غير بريئة حتى تؤدى هذه الحقوق، حتى تؤدى هذه الأموال إلى أصحابها. نعم. على العموم هذه مسؤولية الأهل الآن، هم الذين يبحثون الآن. ما شاء الله بعض الناس من الأتقية الأنقية إذا مات لهم ميت وعلموا بأن عليه دين يعلنون، يقولون من كان يطلب فلانا شيئا فليأتنا به، يأتي بالمستندات، يأتنا بما يدل على أنه اقترض وشيء من هذا القبيل. يعني هم مسؤولون أيضا ولا يعذرون كون الميت مثلا ما ترك، لأن بعض الناس يموت فجأة وما يكتب هذا الشيء.